كوكيز السكر رح يكون بدنا 2.25 كوب طحين، نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، نص كوب زبدة غير مملحة، كوب سكر، بيضة وملعقة صغيرة من الفانيلا. شفتوا قديش بسيطة سهلة؟ صدمتيني ألا صح؟ جد كثير سهلة. الفكرة من الموضوع هلا احنا ايش بدنا نعمل؟ رح يكون الموضوع هو بس انه بحاجة لعضلات، او لو كان في عندكم عجانة بيكون احسن واحسن. لازم تكون الزبدة بحرارة الغرفة عشان تقدروا يعني تعجنوها كثير منيح. تمام. وراح انزل كمان عليها كل الاشياء مع بعض. اذا كنتوا عم تستخدموا عجانة يفضل انكم تحطوا الأشياء السائلة مع البيض وتخفقوهم شوي زي ما أنا هلأ رح أعمل عشان بدي أطري الزبدة شوي. بس طبعا هذا المضرب خطأ، أوكي؟ لما سينا نستخدم العجينة وتكون ثقيلة، هذا المضرب يستخدم للكيك للأشياء الخفيفة، ولكن أنا هون لأنه بس رح أستخدم إشي خفيف فبقدر أستعمله. رح أزعجكم شوي. يعني بنصبح على كل الأشخاص اللي انضموا لنا على فيديو البث. وأم رامي كنعان بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة. صباح الخير يا إلك يا أم رامي. وأيضا انشراح بتقول صباح الورد والياسمين، صباح الورد يا انشراح. أم رعد الرواشفة بتقول أسعد الله صباحكم منورين، أكيد دائما منورين بوجودكم مشاهدين الكرام. وأبو محمود أو محمد بيحكي تسلم الأيادي. وجدان تحكي يسعد صباحكم بكل خير من فلسطين الحبيبة إلى الأردن وطني، أكيد بنرحب فيكم مشاهدين من وين ما كنتوا عم تشوفونا. وأيضا ألاء بتقول إنه مشروبها الصباحي القهوة. هلا رح نحكي لكم إذا القهوة من المشروبات الصباحية اللي بننصح فيها كأخصائيين تغذية أو لا. فاطمة العران بتقول يسعد صباحكم منورين. وأيضا علا النموري بتقول تسلم الأيادي، أكيد شكرا لوجودكم. وأيضا أم محمد المشاقبة بتقول صباحكم عسل يا رب. وأم رعد بتقول يسعد صباحكم بكل خير من المفرق، أكيد منرحب بكل أهلنا بالمفرق وكل جميعاً المحافظات الأردنية. نرجع لك ألا نشوف شو عملنا بالوصفة. شوفي حطيت البيض والزبدة وهلا حطيت السكر، رح احركهم هيك شوي مع بعض. نقدر نحركهم يدويا، ممكن نحركهم مع الويسك، ممكن نحركهم بالخفاقه الكهربائيه، المهم انه يكون في امتزاج بكل المكونات السائله اللي حطيناها هلا مع بعض. وحطيت كمان حطيت معهم رشه الملح والبيكنج باودر عشان هلا راح انزل عليهم بالطحين. نقدر نستخدم سكر بودره؟ أنا من الناس اللي كتير بحب أحط بعجينة الكوكيز سكر بودرة، لأنها راح تعطيها قوام بكل هيك بتصير بس تاكليها بتكون كتير هشة من جوا. ولكن إذا ما توفر عادي ممكن. أي أفضل، سكر أبيض أو نستخدم السكر البني؟ لا سكر أبيض، لأنه سكر البني بهاي الوصفة ما بزبط. بس إذا في حد بحب إشي فيه سكر بني بنعمل لكم. شوفوا أني أنا ما حطيت كل كمية الطحين، والسبب هو أنه أنا بدي أشوف هل، لأنه كل نوع طحين عن نوع طحين بيختلف، بدي أشوف قديش بيصير قوامها طري عشان نعمل الكوكيز. منيح أنت مش واقفة هون، كان شتينا. ألا راما بتقول صباح الخير ويسعد صباحكم من قرية العالوك، يسعد صباحك يا راما. وأيضا أم المجد بتقول يسعد صباحكم بالخير، بتقول تحياتي للشيف ألاء والأخصائية دعاء يعطيكم العافية، وبتقول إنها بتتمنى النجاح لابن أختها بالثانوية العامة. أكيد إحنا كمان بنتمنى له النجاح، وبنتمنى النجاح لكل حدا بنعرفه بالثانوية العامة. إن شاء الله هيك اليوم تكون النتائج المبشرة عنا. حابة أسألك ألاء، يعني على رأي المخرج ذكرنا فيها، في عندك حدا توجيهي بعائلتكم؟ بعائلتنا لا، بس حدا كتير عزيز علينا. يعني كلياتنا قاعدين عم نستنى على أحر من الجمر، إن شاء الله يا رب هيك نسمع أخبار حلوة. احكي لنا إيش تخصصه بالتوجيه؟ علمي أدبي، يعني المهم أدبي.
أدبي. آه، أعتقد أدبي. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. يعني اليوم إن شاء الله هيك بتكون نتائج كتير حلوة. كلياتنا عم نستنى على أحر من الجمر. إذا ما كان في حدا بيقرب لنا كتير، أكيد في حدا بيقرب لنا من بعيد أو من المعارف والأصدقاء. أنا شخصياً بغض النظر حدا بعرفه أو ما بعرفه، بتمنى النجاح لكل طلاب التوجيه. آمين يا رب. وإن شاء الله حتى الأشخاص اللي يعني ما بتزبط معهم اليوم، إن شاء الله يعني بتكون الحظ الكويس بالمرات الجاية. ودائماً إحنا كأهالي خلونا ما نضغط على أبنائنا، ما نضغط على أولادنا، لأنه هم عملوا اللي عليهم. فخلونا اليوم هيك نستقبل الأخبار بكل روح حلوة، وإن شاء الله دائماً الأخبار بتكون إيجابية وبصالحنا. آمين يا رب. على شوفي ما أحلاها تعجني فيها العجين. هيك خلص حطيناها، هيك شوف قديش تتكتل بسرعه وكيف قوامها كثير طري وكثير ناعمه وريحتها بتشهي. كانك ما اضطريتي تحطي كل كميه الطحين. بس هلا كميه الطحين الباقيه بدنا ناخذها بعين الاعتبار، انه احنا اذا صاروا بدنا نرق على طاوله بتلزق بدنا نرش شويه طحين تحت. ولكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار شيء جدا مهم، انه انا ما بدي ازيد من كميه الطحين كثير اللي يصفي انه لما أعجن أفرد العجين تصفي عندي كتير جامدة. تمام. فشفتوا قديش هيك بس شوي عشان بس ما تلزق عندي، وراح أحط عليها شوي برضو من فوق، وبعدين راح طبعا أنا الصبح بتطلع على النتيجة النهائية ونفسي أدوق حبة. مش متخيلين أنها تكون كل هاي الأشياء الزاكية جنبك وأنت ممنوع تأكل منها. ممنوع اللمس، ممنوع منعتنا، ممنوع حدا يلمس عشان الفيو النهائي على الكاميرا. والله احنا يعني المخرج عم بيسالنا بيقول مشان الدهون ممنوع المسها ولا لا؟ والله خوفا من قلق يعني بحكي لكم اياها. عشان لازم يكون شكل الطاوله النهائي تكون مرتباها بشكل، اذا انا بلمس حبه بخرب الديكور. شوفوا هدول قطاعات بنباعوا بمحلات تزيين الحلويات، بيكونوا على شكل أي إشي عنا ياهم، مثلاً تخريج، مولد، كل هدول الأشياء بيكونوا موجودين بمحلات تزيين الحلويات. تمام. راح نقطع فيهم الكوكيز عن طريق الضغط، بدنا نتأكد إنه الجهة هيك. صقر النتشة بيحكي لنا من السلط السلط السلط، أحلى صباح، صباح الفل والياسمين، يسعد صباحك يا صقر أنت وكل أهلنا بالسلط وكل محافظاتنا الجميلة الأردنية. صباحكم دائما بنعتز فيكم أهلنا وعزوتنا، شكرا لكم، شكرا لانضمامكم لفيديو البث. بدي أحكي لكم نصيحة، إذا كنتوا عم تشتغلوا بعجينة السكر وبدكم تعملوا كوكيز مثلا كمية منيحة، بدكم تاخذوا بعين الاعتبار انكم ما تضلكم تفردوها، يعني تعجنوا تفردوا تعجنوا تفردوا قد ما بتقدروا، تفردوها لأقصى كبر ممكن وتصيروا تقصقصوهم هيك ملزقين كتير ببعض عشان ما تحطوا كتير طحين عليها. تمام. هلا شو راح اعمل؟ راح اطلع الكوكيز تاعتي بالسكين هيك بس شوي واحطها على صينية الخبز عشان احطهم بالفرن اللي درجة حرارته 180، ولا راح احطه تقريبا راح ياخذ ماكسيمم 10 دقائق. انا بالعاده بياخذوا معي 7 دقائق. 7 دقائق ممكن نحط بدل الطحين زيت الطحين نفسه. لا يعني مشان ما تلزق مثلا الكوكيز لازم طحين. بصير نحط زيت، زيت راح ياثر على قوام الكوكيز وايضا على طعمهم والقرشه تاعتهم. تمام. الفرن راح نحطه من تحت مولع فقط و على درجة حرارة 180، محمى مسبقا على الأقل لمدة 10 دقائق، بعدين بنحط فيه الكوكيز. شوفوا ما أحلاهم، وهيك شوف قد ايه خملهم، هيك بدهم يكونوا خمال. اوكي ما تعملوهم كثير رقاق، اذا عملتوهم كثير رقاق بصير تقرش، بصير زي بسكوت يعني بسكوت. انتبهت انه قد ايه عم تتركيهم خمال انت، وهم ما بينفشوا كثير بالفرن، هم بس كمية المادة الرافعة الموجودة فيهم بس نحطها بالفرن بس بتعمل لي بس هيك فراغات. هلا بكسر لكم. تخيل لا قد ايه هدول الكوكيز بيكونوا سعرهم مرتفع لو بدنا نشتريهم جاهز، وقد ايه انه بسيط انه احنا نجهزهم بالبيت. كمان حابة اصبح على ابتهال الترتير من رام الله، بتقول يسعد صباحكم، وايضا بتقول لك ابداع ما بعده ابداع. اكيد بنصبح على كل اهلنا بفلسطين الحبيبة. واحكوا لنا متى نتائج التوجيهي عندكم؟ احنا بالأردن عم نستنى بنتائج التوجيهي اليوم إن شاء الله على خير. وأيضا بتقول لك
نهاية بتقولك في أحلى من البساطة؟ لا والله ما في أحلى من البساطة. يسعد صباحكم جميعا. أم المجد بتقول يسعد صباحكم ما شاء الله عليكم منورين. بتقول بالنسبة للقهوة بعد الأكل بساعتين منيح ممكن تفيدينا ولك الشكر. هلا بس خلينا نشوف ألا شو بدها تعمل مشان ما نخرب الوصفة، وأكيد رح أحكي لكم عن أفضل المشروبات الصباحية اللي ممكن نبدأ فيها وشو بخصوص القهوة كمان. شوفي هلا الفقرة اللي احنا الفقرة اللي احنا رح نعملها هلا، احنا رح نبلش نلعب مبدئيا. نفسي اعمل رح نبلش نعمل يوغا، فهلا لما واحنا قاعدين عم نشتغل فيهم رح احكي لكم بس ببساطة ايش عم نعمل. ذكرونا بالفرن، الفرن لازم يضله ماكسيمم لمده 10 دقائق، هذا الفرن مش كتير حامي. يلا بعد 10 دقائق اكتبوا لنا بالتعليقات تذكروا الفرن. رح نحط حطينا الكوكيز بالفرن، انا اصلا في عندي كوكيز جاهزين، لازم ننظف الكاونتر كتير منيح عشان احنا في عندنا عجين كان فيها بيض، والبيض عشان سلمونيلا فلازم يتم تعقيمه كتير منيح. بعدين نشتغل عليه بعجينة السكر. تمام، هلا انا هنا في عندي كوكيز جاهزين خالصين، شوفوا احلاهم. يعني الاء الجزئيه بس واحدة مزين كثير مهمه ندير بالنا عليها، موضوع الهيجين داخل المطبخ كثير ضروري، لازم يكون تنظف الكاونتر كثير منيح. بعدين راح نجيب عجينه السكر. بحكي لكم معلومه الناس مش كثير بحبوها، وخاصه انه انا بشتغل هذا الشيء مش على التلفزيون وبشتغله على التلفزيون. بكل مكان بالعالم العمل بعجينه السكر ما بزبط يكون بالكفوف ابدا، لان عجينه السكر بتلزق بالايد وما بزبط، واذا في لها كفوف في لها كفوف خاصه وهي بتكون كفوف بلاستيكيه مش زي الكفوف اللي بتكون موجوده بالسوق. هل هي متوفره في الاردن؟ لا غير متوفره بالاردن، ولكن احنا تفاديا لاي شيء هلبس لكم كفوف. تمام، هاي عجينه سكر ممكن نعملها بالبيت وممكن تشتروها من محلات تزيين الحلويات. في طريقه اسهل ان شاء الله لقدام بفرجيكم اياها، اسمها عجينه المارشميلو، اسكى اخف وكثير هيك هشه. شو رح نعمل؟ راح اقطع هدول على الاشكال اللي انا بدي اياهم باللون الابيض والاسود بالنسبه للاشكال الموجوده عندي. راح احط شويه نشا على الطاوله، شوفي كيف لما انا حطيت الكوكيز حطيت طحين. هلا بدي احط عجينه السكر، في ناس بحطوا سكر بودره، انا لا اؤيد هاي الفكره، وفي ناس بحطوا نشا، انا من الناس اللي راح احط نشا. تمام، نحط هدول هيك ونقيم طحين. وأم رامي بتحكي لك يسلم ايديك يا شف ألا، شيء بيفتح النفس. يسعدكم يا رب. يا أم رامي. وأيضا فراس بيقول الله يسعد صباحكم، برنامج رائع ومحتوى أروع. شكرا يا فراس، كثير مبسوطين أن الفقرات عم تعجبكم، أكيد دائما هذا هدفنا ورسالتنا على شاشة التلفزيون الأردني. احكي لنا يا ألا. المرقة طبعا برضه نظفتها عشان كانت صايبه الكوكيز، بدنا ننظفها كثير منيح قبل ما نرق فيها العجين. في ناس وغالبا المحلات بيعتمدوا هذا الخمول للتزيين، وانا ضد هاي الفكره تماما. كميه السكر الموجوده في الكوكيز اصلا عاليه بالنسبه لمقدارها، وكمان هاي كلها سكر فبصفي الطعم دلع كثير. لا انتوا سامعين اللغه اللي بتحكي فيها الاء؟ مين سامع معي؟ يعني سكر وسعرات كثير مبسوطه الاء. يعني هو عشان النكهه جد حتى بيأثر على النكهة، تخيلي قديش انه هو سكر على سكر، انه بصفي الموضوع كثير، انه انا عن جد دلع عرفتي؟ بس موضوع السعرات وال هذا لعبتك انت يعني جد فعليا بتعرفي الاء انه يعني الشخص المسؤول عن الطبخ بالبيت او ست البيت اذا كانت هي المسؤوله عن هذا الموضوع فعليا هي قادره تتحكم بكميه السعرات الحراريه اللي رح تدخل ببطن كل حدا من افراد الاسره، فمشان هيك فعلا افكار بسيطه زي هيك ممكن يعني تخلي قطعه الكوكيز سعراتها الحراريه النصف تماما. اذا انا مثلا رققت عجينه السكر او انا خليتها كثير خميله، غير انه زي ما عم تحكي لنا شف قلق بياثر على الطعم. نعم، طيب شوف التلزيق كثير سهل. ستات البيوت اللي حابين يشتغلوا بهذا الشيء، مي بس. في ناس بيحكوا لك جلو وابصر شو، ولازم تحطي فانيلا ومي، لازم تحطي سكر ومي، سكر بودره ومي. لا سكر نشا ومي كمان. هو اصلا سكر يعني هاي بلزق لحاله، فتخيلي سكر ومي شو راح يصير؟ حتدبق. شفتوا؟ توقعش خلص خلص لزقت. تمام، كثير فكره حلوه. اول وحده جاهزه، نلزق الثانيه. طبعا انا هدول بشوفهم بمحلات الحلويات وبحسهم هيك يعني اختراع، بحس انه مستحيل انا اقدر اعملهم بالبيت، فقد ايه طلع الموضوع بسيط. كثير بسيط. طيب شوفوا هلا اخر شيء بدي افرجيكم كيف التزيين عشان ننتقل الى الشيء الثاني اللي بدنا نساويه.
واللي هو تزيين الكيك بوبس على السريع على السريع لانه ما بدهم شيء، هم والكوكيز. نقدر نرسم عليها بطريقتين. اذا انتبهتوا على الطاوله هناك في شيء عليه عجين سكر عملته على شكل شكله، وفي شيء الاسهل لستات البيوت واللي هو الرسم باقلام الرسم. طبعا اقلام خاصه بتكون المواد الموجوده فيها هي ملونات قابله للاكل. بالضبط، الوان صناعيه قابله للاكل. نعمل هاي الحلقه من هون. طبعا انا الصبح اجيت لقيت الاء ماسكه هيك حبات كوكيز وعم برسم عليهم بقلب الوان، فانا انصدمت انه لا شو بتعملي؟ قالت لي لا هدول الالوان هدول قابلين للاكل، فانه شيء كثير منيح. عبين ما الاء تزين لنا حبات الكوكيز هيك بطريقه ابداعيه، حابه اجاوبكم على سؤال القهوه، هل القهوه من المشروبات الصباحيه الكويسه انه نبدا فيها الصبح؟ انا دائما ما بنصح انه نبلش صباحنا بفنجان قهوه، لان القهوه فيها مدرات بول، واحنا اصلا نايمين فتره مش شاربين كميه من المي، فبهي الطريقه رح يصير في جفاف بالجسم، وممكن انه الاشخاص اللي ما بيشربوا كميات مي كافيه فعليا يصيبهم جفاف بسبب هاي الحركه. غير انه القهوه من خلينا نحكي المشروبات الثقيله، انها تنزل على المعده بتزيد من احماض المعده، ولسه المعده فارغه تماما يعني ما فيها اكل، وانت عم بتزيد من حمض المعده هذا الشيء ممكن يزيد من الالتهابات اللي تصير بجدار المعده من الداخل، او الناس اللي عندهم قرحه او بدايات قرحه ممكن انهم يتاذوا من هاي الخطوه. مشان هيك دائما بننصح ناكل شيء بسيط، ممكن ناخذ حبه تمر، ممكن ناخذ مثلا سندويشه ربع رغيف، انا ما بحكي كميات كبيره، بعدين نشرب فنجان القهوه. اما عن شرب القهوه بعد تناول الطعام بساعتين فهو فعليا هذا الوقت المثالي للاشخاص اللي بيقدروا على هاي الحركه. انت الاء متى بتشربي قهوتك؟ يعني نادرا يعني ما بتشربيها الصبح؟ لا اصلا ما بشرب قهوه كثير. صباح الخير من جديد لكل اللي رجعوا انضموا لنا على فيديو البث على صفحة يوم جديد على الفيسبوك، وأكيد منصب عليكم مشاهدينا الكرام من وين ما كنتوا بتشوفونا عبر شاشة التلفزيون الأردني، وما بننسى نحكي صباح الخير لكل حدا بيسمعنا عبر راديو عمان. اليوم حلقة مميزة خاصة لنتائج التوجيهي، وإن شاء الله لضيافة الناجحين بالتوجيهي لليوم. حلقة جدا مميزة وعم نحكي عن أفضل المشروبات الصباحية اللي ممكن تبدأ فيها يومك، مشان هيك رح نرجع نشوف التعليقات ونشوف إيش هو المشروب الصباحي المفضل لكم. بس خلونا نروح لشوف ألاء ونشوف لوين وصلنا بوصفاتنا لليوم. اسمعي إن جد الريحة فحفحت، اسمعوا طلعنا الكوكيز من الفرن وصاروا من تحت لونهم بني، لازم يكون لونهم وصل لهاي الدرجة الذهبية، تمام؟ أوكي هيك بكون ذهبي، ومن فوق لونه بده يكون هيك، فهو بس من تحت اللي بيكون عملية الاستواء، تمام؟ هيك احنا الكوكيز تاعونا صاروا جاهزين. بالنسبة لابني هذا هو أذكى شيء، هو بحبهم هيك أكثر من ما إنهم يكونوا مزينين، وزيناهم فرجيناكم كيف نزينهم الطاقية، بس بنعمل أسود. إذا بتحبوا تضيفوا تفاصيل هذا شيء أنتم برجع لكم، أنا واحدة من الناس اللي بحب أسخب بالتفاصيل لأنه هي اللي بتعطي الحبة الشكل الحلو، تمام؟